السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم يا عم مختار. السلام عليكم يا عم مختار. انا عندي اكزاغا بيكاسو، هاي المشكلة، شفت بوت فيتاس تو هيك ساكت، شفتها كيفاش تبدل الحس نتاع الموتور تو هيك نورمال، كي تشدها بيدك نورمال، من بعد كي تبدل اش كي تسيب يولي زي تك 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 زيادة. شوف كي نلمسها وندير لهم برياش يحبس كي نولي نبدل، اما كي نسيبها تحس خاصة كي تسخن. هلا فهمتش علاش موش مقلق الموتور، معناتها ما حبيت نعرف واسكي البوت فيتاس كي نورمال هيك ولا كي دير الحس. وهاو نحل لك الموتور باش تزيد تسمع الحس. الموتور معناتها باهي مشكل، تسمع ساعات تحس زي تزفر. الموتور معناتها جامي، معناتها حاجة ولا حاجة، اونتريتيان شو فيه ونظيف زاد. كان ساعات يدير لي الحس هذا ملي ما فهمتش علاش. يرحم والديك عم مختار وبارك الله فيك. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والمشكله تو اللي يسمع فيها الصوت، اللي يسمع فيه هو عنده الليفي نتاع الفيتاس هذيا، اللي هي تو هذيا نتاع سياره اكسبير، والاكسبير والبيكاسو كلهم كي بعضهم يعني في نفس المكان وتقريبا نفس البياسات، يعني نفس الموديل، ممكن يفرقوش حاجه بسيطه ولا حاجه. عنده جي في الليفي هذه نتاع الفيتاس، في الكعبوره هذه، في البول هذيك نتاع الفيتاس الدخلانيه، يبدا فيها جو، كي يبدا فيها يعني فراغ، الفراغ هذاك يولي يعمل هكا الدقرقيره هذيك في السياره كانها حاجه، وقت يمسك هو الليفي تسكت هي هذيك، فما فراغ هنا في الليفي هذه، في البول هذه نتاع الفيتاس الدخلانيه. ولهذا مش نحط لك تو فيديو، اذا كانك تحب تعمل عمليه وحدك شويه صعيبه شويه، هي فيها فكان التابلو، فيها يعني فكان الكاش لو تايم تاع التابلو، تقدر توصل للقطع هذه. القطع هذه يا اما تعملها شويه زيت، يا اما تدبر واحده اخرى من الفراي وتبدلها لها، اللي هي هذه تاخذها كامله بالكابل نتاعها وتبدلها كامله باش تنحى منك الصوت جمله، خاطر عندك من كثر استعمال هذيك، لان عمر السياره يعني ولا كبير، تعمل الجي هذاك في الفيتاس، ما يبدا الموتور يتحرك من قدام، الصوت نتاع الموتور ونتاع البوات يرجع على الليفي نتاع الفيتاس واللي فيها الصوت هذاك. انت تو لاحظ حاجه، لو كان تخليها السيارة ساكتة ما تعطيش صوت، وفي نفس الوقت كان تكسيلاري شوية بالكسيلاتير يعني تزيد شوية بنزينة تو يسكت الصوت، علامة ان اللي فيها هذه ولت تعبة فراغ، فيها فراغ. بون من الأحسن انت تبدلها، هي جديدة ما مش ضروري تكون جديدة، لازم تكون شريها حتى من الكاس من الفراي وتبدلها، وتو حولها تنحى الصوت، مش حاجة كبيرة. كان ما فهمتنيش ولا ما لقيتش الحل مش صحيح ولا كذا، عاود اعمل لي فيديو، واذا كانك انت لقيت الحل صحيح وصلحتها كيف كيف عاود اعمل لي فيديو فرحني يقول لي راهي العمليه جات صح ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ان هذه بوكسير 3 او بيجو بوكسير 3 او بيجو يعني بوكسير 3
تروزيام سيري فيها مشكل في الفيتاس كاسح، يعني مش طريق يعني صعب شوية في تعديته. هي مشكلة هذه طبعا من الكوابل، يعني الكابل متاع الفيتاس، هذوما الخيوط متاع الفيتاس. طيب باش نفكوا السوكل هذايا كله، القطاع هذايا كله، وباش نوريكم كيفاش نبدلوا الكوابل. بعد ما فكينا الجناب هذوما منه ومنه فما فيسات، نكملوا نفكوا القطاع هذايا. فما فيس آخر نكملوا نفكوه هنا، فك عليه. الكاش هذا ما ي... الكاش هذا نتاع الفيتاس ما يتفك كله الا ما نفكوا الدرج هذا، الجر هذا، الجر هذا فيه فيسات من كل مكان لازم نفكوه، الجر هذا الدرج هذاك، ولا ما نفكوا الغطاء هذا هذا ملوط تاع تحت تحت الفولون تحت التابلو باش يخرج الكاش هذا اللي هو راكب فيه الفيتاس. لحظة هاي فما هنا خيوط شادين أجبت استنى الكرسي شوي شفتوا هذايا ما يتفك هذايا كله إلا ما تفك يمين ويسار التابلو. الفيشه نتاع الامسكار لازم نردو بالنا من الفيشه نتاع هذه نتاع مولع السجاير. شفتوه هذايا ما يخرج الا ما تتفك الدنيا كلها منه. البارتي هذه لازم تتفك والبارتي هذه لازم تتفك باش تفك هذايا باش نوصلوا للكوابل هذوما نتاع الفيتاس. الكوابل هذه نتاع الفيتاس شفتوه منين جايين من اللط هذوما، يعني لازم يفك، يعني صعب شويه لكن الانسان نجم يوسع باله ويركب. نجموا نحوا اللي فيه كامل وركبوا الكابل في عقلنا يعني مسهلين، ونجموا نركبوهم في مكانهم. الفو ديمونتي تو لي بياس كوتي دروات كوتي غوش، بياس بلاستيك ذا كوفر اي كاش بلاستيك كاش تابلو دي بول لي بالا بور ديمونتي لي كابل دي فيتيس. نفك الكابل من مكان عند غراف شده بالنسبه للغراف هذوك. بالنسبه للكواب من جهه الكاروسه كوتي كاروسري الفوق يلزمنا نفكوا الكعبتين هذوما، شوف هذوما واحد من اللوطه واحد من تحت السياره ينزل على هذوما الزوز يعني بمفك ولا بتونيميس ولا حاجه، وواحد في وسط السياره يجبد. يجبدوا انا جبدهم شفت نزلتوا نزل عليهم من اللوطه هاي، وبعد يفكهم البوات. بعد ما يفك هذه من اللوطه واحد يشد من اللوطه واحد يجي من فوق، عندنا هذه كوتي بوات زوز كيما اللي من فوق كيما من اللوطه يتنحوا من البوات يتفكوا من البوات يتبدل الكابل. عمليه مش صعيبه بالنسبه لتركيب الكوابل، الصعيب هو في فكان الغطاء نتاع التابلو. هذوما الكوابل القدم جبدناهم سهلين، شدوا غادي هيك الكابل وريني. شوفوا كاش كاسح، شوفوا كاش كاسح، هذايا كاسح انزل رج شفتوه كاسح خاطر عامل تراس وعاش فيه. هذه ابرك هو يعني واحد بواحد، اما واحد كاسح واحد لا. غارينا جديد ترى جديد هيك الحركة جديد، شوفوا جديد الحركة بسهولة تامة كي اليمين كي اليسار شفتوهم. هذاك تو مثلا فيهم كابل باهي وكابل لا، هذوما في الموديل هذا الكابل ديما يتباعوا مع بعض ما تنجمش بس الكابل كل كابل وحده. تو نرجعوا نركبوا طبعا ندخلوا به من هنا كي العادة. هو الترو نتاعو هذيك ندخلو بيه من هنا، لا نحاولو ديما نحطو ردو بالنا ونرجعو الكاوتشو من هناك.
ايوه واحد يجي من لوطه. ايوه رجعوا ركبوهم كما كان. يعني هذاك الكاوتشو نزلوا ركبنا الكابل مكانهم ودخلت الجلده بالضبط صحيحه. الكاوتشو هذاك تو باش نرجعوا الكابل كما قلت لكم الاسود على اليمين كيف كيف يدخل كي جرار يدخل عادي ما في شيء بعد شوي هنا يدخل جرار وهنا يدخل عادي ما في شيء يعني نزل ما في شيء يعني سهل يعني كله بلاستيك كله بس بلاستيك سهل يعني ما في شيء حاجه اللي هي طيب في نفس الشيء من تو هذا العكس نتاع الاخر يعني جهه هي جهه تدفع الفيتيس يمين يسار وجهه قدام والتالي كل كابل عنده مهمه معينه كابل يخدم يمين يسار وكابل يخدم قدام والتالي دو كابل ناخذ بلاصته سهل راف ومن بيز هذيك كي الحمصة حتى هي تدخل سهلة بشوية قوة برك بلاستيك الخاطر هو حتى بسهولة تامة يعني يمشي من يسار بسهولة تامة ما عادش عندك حتى مشكلة يعني سهل تو مش ركبوه من جهة البوات جهة البوات ما يظهرش زيادة لكن حاولوا باش نصوروه شوي كان نجمنا كيف كيف هو عنده جراج لازم يدخل فيه في السكة وعنده هذيك البيز اللي هي حمصة دخل مكان شفتوها من الجراج هذاك هذاك السكة نتاعو يدخل فيها ينزل يعني بلاستيك كل بلاستيك شاد البلاصه سي جربنا تو الفيتاس باهي سهل على قبل لكن في نفس الوقت عنده هذية تعبه شوي نحاول باش نزيدوها شويه زيت باش ما تعاونوا برا لازم نبدلها خاطر صب شويه زيت هيك قطره صغيره باش ما نقتلوش لوطه سهل عليه شوي سهلت عليه شوي انا باهي هذه هي العمليه بتاع تركيب الكوابل وتو باش نرجعوا الاكسسوار نتاعنا اللي فكيناه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.